الزمالك منذ الفوز على الترجي في بطولة السوبر الإفريقي بثلاثية موجعة، ثم الفوز في القاهرة أيضا بثلاثية مؤلمة مقابل هدف. الزمالك يتأهل إلى نصف النهائي بعد أداء ولا أروع في مباراة عنوانها تكسب ولا تلعب. ليس شرطا أن تسجل أهداف، وليس شرطا أن تقدم المتعة في كرة القدم، ولكن الشرط الأهم هو تحقيق الهدف والمستهدف من المباراة، هو التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري الأبطال الإفريقي بعد التغلب على الترجي في مجموع المباريتين بثلاثية مقابل هدفين. لو لعب الزمالك للفوز اليوم لحقق الفوز، فريق الترجي ضعيف جدا، مهزوز جدا، عنده حارس ضعيف اتشاط عليه تسديدتين، واحدة في بداية المباراة من بن شرقي والتانية الاتنين ارتد، واحدة من ايده واحدة من صدره. لو الزمالك بس ركز على التسديدات بعيدة المدى لي على معز بن شريفية، كان الزمالك النهاردة عمل فوز كبير جدا 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 عن جدارة واستحقاق. باتريس كارتيروني يستحق التحية على الأداء والتشكيل والتكتيك والاتزان في أدائه في الملعب. باتريس كارتيرون لم يغتر بالفوز بثلاثية في الدوحة أو الفوز بثلاثية في القاهرة، ولكنه لعب بتواضع وباحترام للمنافس الكبير حامل اللقب على مدار عامين متتاليين 18 و19 أمام النادي الأهلي بالهزيمة في القاهرة 3-1 والفوز في رادس بثلاثية دون رد، وبالفوز الاعتباري أمام الوداد المغربي في البطولة الماضية بعد الشكاوى والحكاية والرواية واللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية. لعب مستر باتريس كارتيرون بخطة دفاعية بحتة في الشوط الأول، لم يهدد مرمى معز بن شريفية إلا في كرة واحدة فقط في الدقيقة الثانية من بداية المباراة اللي هي اتشاطت عليه ممسكهاش وارتدت. أيضا لو كان في متابعة من مصطفى محمد كان عمل جون مبكر، لكن الكرة الثانية برضو اللي ارتدت من صدره وحاجات بالشكل ده، حارس عجوز لا يمتاز باللياقة الذهنية أو البدنية. قارن بينه وبين الحارس العملاق محمد أبو جبل اللي النهاردة كان ملك التمنتاشر، وكان في قمة اليقظة، وأقصاها التسديدة بتاعت بلال بن ساحة اللي في الضيقة بعد ما رقص كل الناس وشاط في الضيقة وأمسكها محمد أبو جبل. المباراة اليوم مباراة دفاعية بحتة تكتيكية على أعلى مستوى من لاعبي نادي الزمالك الذين يمتازون بالخبرة الفنية العالية، بخبرة المباريات الكبيرة، لعيبة أغلبهم كاريزما يستطيع تنفيذ المهام التكتيكية على أعلى مستوى. الزمالك أدى مباراة ولا أروع لدرجة أنه أصاب لاعبي الترجي التونسي باليأس والإحباط في اختراق المنظومة الدفاعية التي بناها مستر باتريس كارتيرون. باتريس كارتيرون لعب بمحمد أبو جبل، لعب قدامه بالتشكيلة الثابتة في المباراة الأخيرة، محمد عبد الشافي، حازم إمام، وفي القلب محمود علاء والوينش، وقدامهم طارق حامد وفرجاني ساسي، وكان بيمين يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو، وسايبين سعد بن شرقي خطوتين قدام، ثم مصطفى محمد، وكان غالبا يعود بن شرقي للأداء الدفاع. في أي كرة كانت تبقى مستحوذة عند فريق الترجي كان بيبقى في 9 أو 10 تحت الكورة، يا إما مصطفى محمد كمان راجع لنص الملعب وضيقوا المساحات بكثافة على لاعبي الترجي وأصابوهم بالإحباط والفاولات أكتر من الدقايق اللي لعبوها. وبالتالي المباراة الزمالك حقق المستهدف منها هو التأهل، إلى نصف النهائي، وانتظار من يواجه في الثالثة عصر غد. هل يواجه الرجاء المغربي الذي فاز بهدفين على مازيمبي على ملعبه، أم يواجه مازيمبي الذي خسر بهدفين والمباراة تقام في استاد في مازيمبي في الكونغو. النهاردة حد بيقول لي الترجي لعب بالناشئين، الترجي ما لعبش بالناشئين، الترجي عنده إيقافات مؤثرة وإيقافات مؤلمة، وتعرض إلى هذا الأمر في نفس التوقيت وفي الفارق الزمني النادي الأهلي قبل المباراة النهائية، سواء خليل شمام أو عبد الرؤوف بن غيث أو حتى الناس اللي اتطردت أو حتى غياب معين الشعبان. لكن في الآخر الفرق الكبيرة، بقى عندها 30 لاعب مؤثرين تقدر تلعب بيهم وتروح وتيجي وتنافس وتعمل. النهاردة نادي الزمالك استطاع إصابة جماهير الترجي التونسي بالصمت على مدار 90 دقيقة، وكان الزمالك الحكم رائع، حكم رائع مصطفى غربال. ضربة الجزاء اللي على نادي الزمالك صحيحة مليار المية، كان دايما لاعبي نادي الترجي التونسي بيضربوا ويعملوا ويسووا، كان دايما بيحسب فاولات من البداية، لم يتردد في إنذار أي لاعب بيميل إلى الخشونة أو العنف،
بل من البدايه لما بعد ضربه الجزاء انذار لطارق حامد، انذار لبلال بن ساحه، وبالتالي كل عرف ان الحكم قوي وشخصيته قويه وهيتخذ كل الاجراءات اللازمه لي والقانونيه لان المباراه تمشي مباراه كره قدم وليست خناقه بين لاعبين. الحكم لعب دور مؤثر جدا 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 في اداء نادي الزمالك. ازاي؟ ان هم ما شعروش بالتوتر وعنده حاملي رايه كانوا في قمه اليقظه في كرات التسلل، في ضبط التسلل 10 على 10، ظبطوها 10 على 10، ومحمود علاء والوينش وحازم امام وعبد الشافي ظبطوا برضو التسلل 10 على 10، وكان من خلفهم محمد ابو جبل. الكره اللي سقط فيها محمد ابو جبل ولعبها ببطنه ثم شدد برجله، حتى هو يعني عفوا نصه جوه منطقه الجزاء، نصه جوه منطقه الجزاء، فكان يعني لو هو متلكك لك يحسبها من بره. الجزئيه الاخرى ان نادي الترجي التونسي افتقد لاهم ميزه عنده على مدار السنوات الطويله الماضيه، وهي حسن استغلال الكرات الثابته. حسن ما فيش كره ثابته بيشوطوا في الكشافات وبره وحكايه وروايه، ما فيش حساسيه المهاجمين الا على المرمى، لا الهوني ولا بلال بن ساحه ولا اوتاره ولا اي حد خالص. نجح الزمالك في تضييق المساحات، ما بقاش فيه مساحه، وهو وكرتهم بطيئه، التمرير في الثلث الاخير من الملعب بيلعبوا ببطء، وده سهل من مهمه لاعبي نادي الزمالك اللي عملوا مباراه دفاعيه على اروع ما يكون في الشوط الاول، ثم الشوط الثاني في بعض الفترات كانوا بيبادلوا الترجي التونسي الهجمات والاستحواذ، ولعب في الجزئيه دي فرجاني ساسي ويوسف اوباما واحمد سيد زيزو، لعب مباراه تكتيكيه على مستوى عالي، وحازم امام، كل الفريق نجوم فوق العاده، نجوم فوق الوصف بصراحه. التزموا بالخطه اللي عملها بدرس كارتيرون، انك بتتحرك ككتله، انك بتضيق مساحاتك، انك بتدافع من نص ملعبك، انك بتضغط من على خط النص، عامل ضغط عالي في بعض فترات المباراه خاصه في بدايتها، بحيث ان الكوره الترجي التونسي ما يبنيش هجمه سليمه. افتقد الترجي التونسي لصانع الالعاب اللي يحرك الدنيا، موسيقار يعمل حاجه كده زي فرجاني ساسي، زي يوسف اوباما، ولعب برجوله شديده جدا طارق حامد. وطارق حامد النهارده لعب برجوله ولم يرتكب فاول يستحق عليه الانذار، والانذار اللي خده نتيجه المشاده بتاعت الكوره اللي بعد الجون، لكن الزمالك قدم واحده من اروع مبارياته واستحق التاهل عن جداره واستحقاق. الحكم ادى واحده من افضل مباريات، والتحكيم الافريقي يتغير منذ تولى كيم لي شونج رئاسه لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي لكره القدم. الدنيا بتتغير لان حد بتاع حكام مركز ان هو يبقى الحكم اللي بيحكم، عنده حلم كاس العالم انه يلعب في كاس العالم المقبله 2022، فبالتالي حكام النخبه هم اللي بيديروا المباريات الحاسمه. نتمنى ان يكون حكم الغد بكاري جسامه على نفس المستوى في مباراه النادي الاهلي وصن داونز. الزمالك لعب بتشكيله الثابت اللي هو ابو جبل وعبد الشافي وحازم امام محمود علاء الونش، ودي روعه وابداع وشطاره مستر باتريس كارتيرون. ما عملش زي ميتشو كل شويه بيغير، وهو بيلعب بنفس الفكر اللي كان بيلعب بيه مين؟ جروس، ان هو تثبيت التشكيل وما بتحركش في اكتر من 15 16 لاعب، يبقى بينزل شيكابالا، يبقى بينزل كاسونج، يبقى بينزل محمد حسن، لكن انت ما بتقلبش الفرقه، ما بتقلبش كيان الفرقه وتلعب كل شويه بتشكيله مختلفه. فلعب بتشكيله الثابت اللي كسب بيه الترجي في الدوحه وكسب بيه السوبر وكسب بيه الترجي في القاهره وادى مباريات، ولعب بيه قدام الاسماعيلي ايضا وحقق مكسب كبير. وطارق حامد فرجان احمد سيد زيزو غالبا كان واخد مهام، كله كان واخد مهام دفاعيه حتى مصطفى محمد. هناك بقى الترجي لعب بمعز بن شريفيه، ايهاب المباركي، وكان ضاغط على محمد عبد الشافي في بعض فترات المباراه، عبد القادر بدران، اليعقوب، حسين الربيع، كوليبالي، فادي بن شوق، كوامي بونسو، بلال بن ساحه، حمد الهوني، ابراهيم اوتار. وبصراحه محمود علاء وطارق حامد وفرجاني ساسي والمنظومه الدفاعيه كامله والونش وحازم امام وعبد الشافي قفلوا قطعوا الميه والنور عليهم، وكان الحكم في قمه الروعه ان هو كان بيحسب كل حاجه، ما قلقش من حاجه، ما خافش من حاجه، حسب اللي قدامه. طبعا هقول لازم اقول حاجه، ان نادي الترجي غاب عنه، مش ده الترجي اللي لعب النادي الاهلي، لازم يبقى الامور واضحه. الترجي غاب عنه النهارده الياس شتي، وغاب عنه عبد الرؤوف بن غيث، وغاب عنه محمد علي بن رمضان ومحمد علي بن حموده، واللي هم غابوا في الفتره اللي فاتت اللي هم ايقافات وانذارات وحاجات بالشكل ده، فضلا عن خليل شمام، ورجع عبد القادر بدران للدفاع. طيب الترجي نقص مين من الفرقه اللي كانت بتلعب النادي الاهلي؟ نقص 6 لعيبه مهمه، انيس البدر، يوسف البلايلي، سعد بقير، ايمن بن محمد، غيلان الشعلاني، فرانكو كوم. يعني الترجي بيعمل فرقه جديده، وعشان كده انا بقول ان الزمالك كانت لديه فرصه اليوم
لو غامرة في النصف الاخير من المباراه في الربع الاخير من المباراه اخر 20 دقيقه لما مسك الكوره لو ضغط الزمالك وحب يكسب كان هيكسب. الزمالك كان بامكانه اليوم تحقيق فوز تاريخي على الاقل تعادل امام الترجي لو كان سجل واحد لكن الزمالك لعب جيم دفاعي بحت من اجل تامين دفاعاته بعد ضربه الجزاء وخاصه ان هو واثق في ان لاعبي نادي الترجي التونسي ما عندهمش القدرات الهجوميه العاليه ولا عندهم اللاعب المهاري اللي يستطيع فك طلاسم منظومة الدفاع الموجودة في نادي الزمالك اللي عملها لاعبو نادي الزمالك عن جدارة واستحقاق ومدربهم المتميز باتريس كارترون. باتريس كارترون النهاردة والفترة اللي فاتت دي أمام الترجي في المباراتين الاثنين وأمام الإسماعيلي بادئ موسم جديد ونمى مهاراته. هو كان بيمرن الفرقة العرضية النهاردة حازم نم عمل 2-3 عرضيات على استحياء عبد الشافي عمل 2 لكن ما كانش في ضغط هجومي لو كان في ضغط هجومي كان الزمالك حقق مكسب كبير في هذه المباراه. المباراه طبعا بدات بكوره للتسديده الصاروخيه من بن شرقي عند معز بن شريفيه وارتدت والكوره الثانيه اللي في الشوط الثاني اعتقد لو نادي الزمالك كان استغل اهتزاز وتراجع اللياقه الذهنيه لمعز بن شريفية والبدنية والفنية كنت تقدر النهاردة تسجل في شباك معز بن شريفية. المباراة أقيمت في حضور 60,000 متفرج رغم الانفجار الإرهابي الذي تم ظهر اليوم في محيط السفارة الأمريكية. الأمن كان على أروع مستوى، الجماهير كانت في قمة المسؤولية، ما شفناش أي حد غلط في لعيب نادي الزمالك لأن هم لعبوا كورة، لم يستفز لعيب نادي الزمالك أو لم يستفز لاعبه نادي الزمالك جماهير الترجي التونسي ولكنها لعبة كورة، والحكم كان في قمة العدالة المطلقة، قمة العدالة المطلقة. معاك يا سيد أنت اللي بتقول الترجي تعبان، قلت الترجي تعبان وأنا قلت إنه تعبان من قبل القرعة، وقلت من حظ الأهلي أو الزمالك اللي قابل الترجي وإن الترجي أضعف الفرق الثمانية، نظراً لبيعوا 6 لاعبين مهمين. قلت الكلام ده لكن انت في الاخر ده كان اول مجموع والزمالك قابله وكسب والزمالك يستحق التحيه والتقدير والاحترام على هذا الاداء الفني العالي. الكوره ما تقدرش تقول غير اللي انت شايفه بعينيك، الكوره ما تقدرش تظلم فرقه متاهله. عمر اي حد محايد او محترم يجيب مثلا ولا مش عشان بقى انا عندي خلاف مع مرتضى او كلام من ده يجي فرقه عامله ماتش كبير اقول لا وما يستحقوش المكسب والحكم ظالم زي ما البعض دلوقتي عمال يكتب على تويتر بيقول ان الحكم لو زملكاوي. لا يا عم، الحكم ادى مباراه على اعلى مستوى، ضربه الجزاء سليمه والفاولات سليمه وانذاراته وقراراته سليمه، لياقته البدنيه عاليه، كان قريب من الكور، يستحق نادي الزمالك التاهل تحت شعار ان هذه المباريات تكسب ولا تلعب. ما مش طالب منك اداء جمالي بس طالب منك اداء تكتيكي يحقق لك الهدف. الهدف المبكر اللي عمله بلال بن ساحه من ضربه جزاء، الزمالك لو اي فريق ضعيف ايه في قدرات لاعبيه كان انهار، والترجي لو فريق عالي كان استغل الجون المبكر وضغط على الزمالك وسجل الثاني. لكن الزمالك لعبته عندهم خبرات عظيمه، طارق حامد، الونش، حازم امام، محمد عبد الشافر، محمود علاء، فرجاني ساسي اللي عمل مباراه النهارده ما حدش حس بيه رأي لان المعلق بيتكلم في اي حاجه بعيد عن الكوره. فرجاني ساسي احد اهم محاور اللعب اليوم في الاستحواذ على الكوره والتمرير والحصول على ضربات فاولات وحاجات بالشكل ده بالمهاره والقدره الفنيه العاليه وبلعب الكوره. لاعبوا نادي الزمالك ركزوا في الكوره وتنفيذ مهام مستر بدرس كارترون، ما ركزوش ان هم يضايقوا التوانسه، بدليل ان بعد المباراه قمه اللقطه الروعه ان لاعبي نادي الزمالك بيهنوا لاعب بيسلموا على نادي الترجي بيقولوا هارد لك ولاعبي نادي الترجي، مباراه قمه في الروح الرياضيه. فالنهارده كانوا الناس تقول لك ايه جحيم راقص، والناس بتحط الحته ديت يا استاذنا اللي معايا على اللايف. فالزمالك مش حول جحيم رادس الى جنه رادس بالنسبه للزمالك، ويذكرنا بالنادي الاهلي في 2006 جون ابو تريكه اللي كسب بيه البطوله لما شادي محمد عملها طوليه فلافيو رجعها ابو تريكه حطها. فالفكره ولما في 2012 وكان السيد حمدي وبتاع وحكايه وروايه وانا كنت معاهم، الفكره ان قلت جحيم ومش جحيم 60,000 متفرج، ادائك في الملعب وخبرات لاعبيك هي التي تجبر الجميع على الاحترام والتقدير. لا، الترجي ملوش ضربه جزاء ثانيه، الترجي ملوش ضربه جزاء ثانيه، الحكم كان في قمه الحياد وقمه الامانه والعداله في هذه المباراه. ترجي استحوذ في الشوط الاولاني لكنه يعني استحواذ بلا طعم او استحواذ بلا هدف،
ما عندوش حد او بلا نتيجه، يعني عمال ينقل كوره وبتاع وحكايه وروايه من على الاطراف، لكنه ما عندوش جمله على المرمى طوال الشوط الاول. ما كانش الزمالك كانت فرصه عزيزه في الشوط الاولاني، ما فيش غير الكره الاولانيه، وابو جبل طبعا لعب دور النهارده بخبراته، امتى يهدي اللعب، مره يقول لك الليزر، مره يقول لك شد، مره يبقى بيربط الشوز، الحاجات دي كلها خبرات عظيمه الحارس عملاق، يعرف يخف الضغط امتى، فضل عن انه قام بدور الليبرو في بعض الفترات. ادار النهارده مباراه الترجي كمال القلسي اللي هو مدرب فريق الشباب في الترجي التونسي بعد ايقاف معين الشعباني ومساعده ومحمد النجار كان موجود في الاخر. الترجي عاش ظروف نفسيه وفنيه سيئه، والزمالك في قمه التركيز وقمه الانتعاشه نتيجه الانتصارات الاخيره. زمالك لعب شوط دفاعي في الاول على اعلى مستوى، ضيق المساحات، خنق اللعب، فاولات اكتر من لمسات الكوره، لم ينجح الترجي في استغلالها. الزمالك حقق ما اراد في هذه المباراه بصفه عامه وفي الشوط الاول اللي هاجم فعلا استحق. في الشوط الثاني الزمالك كان بيروح على بعض الفترات وبيستحوذ، لكن مفيش ايجابيه على المرمى، مفيش غير الكره اللي رجعت من معز بن شريفيه. لو الزمالك ركز في الايجابيه على المرمى والتسجيل، لا عنده لعيبه تسجل له، ابي بن شرقي، يوسف اوباما، مصطفى محمد، لكن هم كانوا مركزين في الاداء الدفاعي والاستحواذ على الكره في بعض الفترات ومحاوله بناء هجمه تيجي ما تجيش ما تجيش، لكن مفيش تركيز في الفوز، مفيش تركيز في الفوز. الشوط الثاني طبعا الترجي بدا ضاغط والزمالك استحوذ ولعب على الطوليات لمصطفى محمد، احيانا ياخد فاول، احيانا يبقى عليه هو الفاول، لكن ابو جبل كان بيخرج ورا دفاعه ولعب مباريات جيده. الترجي زي ما قلت لكم الميزه اللي عنده افتقدها اليوم وهي اجاده الضربات الثابته، مش ده الترجي اللي كان بيحسن اجاده الضربات الثابته في الدقيقه 62، دي بقى اللي كانت قويه اللي هي المرتده السريعه اللي عملها نادي الزمالك، وبن شرقي يسدد في صدر معز بن شريفيه ترتد من صدره بتاع 10 يارده، لو كان في متابعه لا كانت تبقى جون ويحقق الزمالك انجازا كبير. الحكم النهارده حازم امام عمل عرضيه، تغييرات ما كانتش بتلاقي يوسف اوباما او مصطفى محمد وهم طوال بسم الله ما شاء الله، لكن في الاخر الزمالك لم يلعب للفوز، لعب من اجل التاهل وحقق هدف. الزمالك في بعض فترات المباراه تخلى عن الحرص الدفاعي بدا من الدقيقه 70 وبدا يضغط وبدا، وده خلى الترجي ينكمش بعض الشيء ويهاجم على استحياء، لكن لعيبته اللي كانت بتلعب ما عندهاش ثقه في نفسها، ما عندهاش ثقه في تحقيق الفوز، ما عندهاش الاطمئنان على انها يمكنها التسديد في ظل حارس عملاق كان يعني بيقدر يتعامل معهم نفسيا وبالتالي كان بيهد فيهم. وهذه المباريات زي ما قلت لكم تكسب ولا تلعب، وبالتالي لن نطالب الزمالك في هذه المباريات بان هو يفتح مدرسه الفن والهندسه كما فتحها في مباراه السوبر الافريقي والفوز بثلاثيه كبيره. في رايي الشخصي انا نجم المباراه الاول هو مستر باتريس كارتيرون الذي احترم المنافس ولعب على تحقيق هدف ولعب بتشكيله الاساسي والرئيسي اللي بيلعب بيه، لكن ادى اللعيبه مهام دفاعيه، مهام دفاعيه، وبالتالي لعبه على اروع ما يكون. وفي بعض الفترات بقى لو هو عنده اي حاجه كان يستغلها، يعني لو عنده هجمه يستغلها، لكن اللعيبه لعبت بشكل رائع جدا جدا جدا. مبروك لكل جماهير نادي الزمالك العظيمه ومبروك لجماهيره هذا الفوز الكبير. لو قلت لي تحب تتمنى الزمالك يقابل مين؟ اقول لك الترجي مش مازيمبي، لان مازيمبي على ملعبه صعب. على ملعبه صعب، وفي حته معنويه ان مازيمبي كسبان الزمالك في المجموعه 3. الترجي مننا وعلينا، المغرب وتونس وكده وبتاع مننا وعلينا، يستطيع الزمالك الاداء فيها بشكل جيد، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه يعني ملعب ضيق وكنز وانت وقريب وترتان وحكايه وروايه، وبالتالي ده اللي اللهم صل على محمد بتمنى ان الزمالك يقابل الرجاء مش مازيمبي. المباراه ستقام في الثالثه عصرا والرجاء فاز في مباراه الذهاب بهدفين. بدرس كارتيرون بعد المباراه اشاد بلاعبيه امام الترجي وقال انه الزمالك تاهل عن جداره واستحقاق بعد الاداء المميز والرجوله على مدار 90 دقيقه والتركيز الكامل من جانب اللاعبين، وقال ان الهدف المبكر للترجي زاد من صعوبه اللقاء لانك انت بتلعب على جول، يعني لو هم جابوا جون يبقى انت خرجت، لكن التركيز بتاع اللاعبين وادائهم الرجولي والالتزام والانضباط التكتيكي هو ده اللي ادى الى تاهل نادي الزمالك.
وقال مستر باتريس كارترون ان هدف المبكر للترجي زاد من صعوبه اللقاء، لكننا لعبنا بروح واصرار كبير، والتاهل على حساب بطل تونس لم يكن سهلا، وطموحنا كان التاهل والوصول الى ابعد الحدود. لم نخلق فرص عديده، ونجحنا في اللعب على التفاصيل الصغيره وتضييق المساحات وشل حركه مهاجمي نادي الترجي.